طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي الآن من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ حسن علاء الدين، مدير عام نادي السيارات الملكي الأردني. أستاذ حسن، مساء الخير ومرحبا بك على قناة جير ون. أهلا، يعني شاهدنا بتقرير المؤتمر الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، مؤتمر الدولي لرياضة السيارات، ويعني استمعنا إلى منهج عمل سمو الأمير فيصل. يعني أكيد العمل مستمر حتى الآن، الانتخابات تبقى عليها أقل من شهر، 15 يوم أو ربما 20 يوم أقل من ذلك. ما هو جدول العمل في لديكم في الأردن؟ ما هي آخر المستجدات بالنسبة لهذا الموضوع؟ طبعا احنا المؤتمر اللي تم بعمان كان هو لتوحيد الصف العربي كقوة في المنطقة وفي عالم رياض السيارات والموترينج FIA، لانه احنا بنمثل زي ما حكيت انت سابقا بنمثل 20% من اصوات بالاتحاد الدولي، واحنا عندنا طبعا نشاطات عده موجوده هون لكن مش ممثله كما يجب في الاتحاد الدولي. فكانت رؤيه سمو الامير فيصل انه احنا كمنطقه يجب ان يكون لنا تمثيل اكثر في اللجان الموجوده للاتحاد، وكذلك فعاليات اكثر باللجان الموترينج مثل البيئه، مثل السلامه على الطرق، نشاطات رياض السيارات كلجان وكنشاطات. احنا عندنا هلا بالمنطقه فقط 4 أو 5 نشاطات دوليه كبطوله عالميه، وما تبقى بطوله الشرق الاوسط للراليات وبعض البطولات في شمال افريقيا. نتامل انه بنجاح لسمو الامير فيصل بوجوده كنائب رئيس ونجاح اري فتنن كما تم التحدث انه يكون لنا تمثيل اكثر ويكون لنا دور اكبر في هذه الرياضة وفي السلامة وفي البيئة. طبعا احنا ما زلنا نعمل على جمع الأصوات، طبعا احنا من امن الديمقراطية فنجمع الأصوات بإعطاء أفكارنا وتوجهاتنا إلى النوادي العربية وكذلك النوادي الأجنبية الصديقة. كان طبعا اللي احنا نعرفها هون بنتوجه لها، وفي السيد آري فتنن بتوجه ل بلدان ثانيه كانت بامريكا اللاتينيه او امريكا الشماليه، افريقيا، اوروبا، استراليا وما الى ذلك، ونشتغل على نفهمهم وجهه نظرنا محليا وعالميا، وان شاء الله ننجح ب 23 شهر هو موعد الانتخابات، ننجح بذلك اليوم بفوز آري فتنن، واوتوماتيكيا طبعا بفوزه ينجح سمو الامير يكون احد نواب سيد آري فتنن إن شاء الله. سؤال أخير، برأيك المؤتمر هل حقق ما هو مرجو منه، المؤتمر الذي انعقد في عمان يوم الخميس؟ طبعا حقق المرجو منه، وإحنا وصلنا ل 80% من أصوات دول المنطقة، ونتأمل طبعا نأخذ أصوات أكثر. الإشي الوحيد طبعا أزعجنا هو خطاب سيد ماكس موز، لأنه غير شوي من منهاج المؤتمر، ما كانش مفروض نحكي فيه او ما كانش فيه هذا الخطاب لما دعونا للمؤتمر، لانه اجل الكتاب قبل المؤتمر بيوم او يومين، والكتاب طبعا مش جاي ككتاب شخصي للسيد من السيد ماكس موزي الى سمو الامير فيصل، جاي باسم الاتحاد الدولي على ورق مروس من الاتحاد الدولي، وهذا غير مقبول ويجب ان يرفض ضمنا ومعنويا وباي طريقه، لانه هذا لما يكون على ورق مروس معناته بيمثل او السيد ماكس موزلي بيحكي ما بيحكي بشخصه، بيحكي ك FIA كاتحاد دولي، وكنت اتوقع انه يكون في رفض اكثر من نواب الحاليين للسيد ماكس موزلي وكذلك من جميع عالميا، لانه هذا لا يجوز ان يكون خطاب موجه الى اي شخص مرشح للانتخابات كديمقراطيه اللي بيتكلموا فيها الاتحاد الدولي. السؤال، هل تم دعوة جون تود إلى هذا المؤتمر ولم يحضر أم لم تتم الدعوة؟ لا، تم دعوة السيد ماكس موزلي وليس جون تود. دعونا ماكس موزلي إلى المؤتمر وهو اعتذر ضمن خطابه المذكور.
كل الشكر لك أستاذ حسن علاء الدين، في مدير عام نادي السيارات الملكي الأردني، بالتوفيق لكم في الانتخابات المقبلة. شكرا لك.